السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام. نطلع عليكم عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت والقناة الأولى. الكل يمكن يتساءل إحنا وين؟ إحنا في صبحان في مخيم وزارة الدفاع، اللي نكلهم كل الحب والتقدير على هذا الظهور الجميل اللي أنتم شايفينه. مشاهدينا الكرام، بداية اسمحوا لي أرحب بإخواني وأخواتي من خلف الكاميرات، وهذه تحية أيضا مماثلة إلى زملائنا في سيارة النقل بقيادة أبونا المخرج جوهر جويهل، وهذه أيضا تحية خاصة مني أنا إلى زميلتي حبيبة العبد الله مع باقة ورد، أقدمها لك يا حبيبة. تسلم يا فهد، وسعيدة بوجودي معاك. كل أسبوع كذي قاعد نشوف بعض، وكل أسبوع كذلك قاعد نتواصل مع كافة مشاهدين شاشة تلفزيون دولة الكويت في برنامج المخيم. اليوم حلقتنا إن شاء الله راح تكون حلقة مميزة، راح نتكلم عن موضوع يمكن يهم شريحة كبيرة من مشاهدينا، خصوصا اللي عندهم اهتمامات بالمسابيح والأحجار الكريمة، وهالسوالف راح نسولف عنها لمدة ساعة من الزمن إن شاء الله. حبيبي ما قاعد أكلمك، حتى المسابيح الحين أيضا الحريم عندهم صحيح صارت في ألوان وأحجار معينة حق النساء تحديدا. لكن قبل أن ننتقل معاكم إلى الأغنية، أبي أقول لك أو أسألك يعني شنو سر هاللوك الجديد اليوم؟ مغير الستايل. أوكي حبيبي، يعني أنت عارف يعني بداية الشتاء، بداية شهر واحد يوم بدينا البرنامج، بدا معانا البرد وبدا معانا يعني الواحد لابد انه يلبس الشيء الشتوي. صحيح. الحين اخر كم اسبوع كذي من الاسبوع بدا يدخل علينا الحر. فيعني كاجوال كذي حلو، او تريننج رياضه يعني، فحلو يعني الواحد يعني بدايه يعني الحين خلاص يعني الحر مقبل علينا. ف على فكره انا جايه من بعيد ما عرفتك، عرفت ان تعودت على فهد دائما يلبس دشداشه بس نايس لوك. الله يسلمك، تسلمين. ان شاء الله اشوفك بعد الاسبوع الجاي، اتوقع رح ان شاء الله اكيد اكيد عاد حلقتنا الجايه ان شاء الله راح تكون ختام. طبعا مشاهدينا الكرام، سناء الخراز هذه الفنانه العظيمه اخصتنا بهذه الاغنيه، اغنيه جميله تقول فيها الاغنيه سمعا وطاعه. نسمع معاكم أغنية سناء الخراز سمعا وطاعة، نرجع لكم مرة ثانية. Yeah.
مشاهدينا مرة جديدة وسمعا وطاعة يا أبو ناصر، وكل الشكر حق الفنانة القديرة سناء الخراز. في كل أسبوع قاعد تزودنا تقريبا بأغنية حصرية قاعد نعرضها لكم عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت، وتحديدا في برنامج المخيم. في بداية حلقتنا اليوم نحب نرحب باسمنا وباسمكم بضيفنا اللي مشرفنا بداخل هذا الاستوديو المتواضع، الأستاذ عبد العزيز الجدي، مختص في المسابيح والأحجار الكريمة. حياك الله معنا أبو عبد الله. حياك الله أبو عبد الله، وأنا سعيد بوجودك معنا. الله يطول لي عمرك. يطول لي بعمرك عزيز. أول شيء في البداية نحب نعرف منك شنو أنواع المسابيح بشكل عام، خصوصاً يمكن أنت جايب مجموعة جداً كبيرة من المسابيح اللي موجودة بداخل الاستوديو واللي راح يمكن نصورها بعد شوي. المسابيح تنقسم إلى قسمين، خامات طبيعية نصنع منها المسابيح وخامات مصنعة. السائدة الخامات الطبيعية اللي يحبونها الناس، الخامات الطبيعية مثل الكهرمان، الكوك، اليسر، العاج، جميع الخامات الطبيعية هي يحبونها الناس. وفي خامات مصنعة مثل الفاتوران، البكلايت الألماني، البكلايت البلجيكي، البكلايت جميع أنواعه، خامات مصنعة يعني من صنع الإنسان. أما الخامات الطبيعية فهي من صنع الخالق عز وجل. طيب أبو عبد الله، يعني خلنا نقول شلون أو شنو أنواع أو أفخم وأجود الأنواع المسابيح؟ يعني أفخمها وأجودها، يعني الواحد لما يشوف يقول هذا عنده مسباح. طبعاً أفضل أنواع المسابيح الكهرمان، يعني ما يختلف عليه اثنين من الناس أن أحسن أنواع المسابيح هي الكهرمان، بس الذوق يختلف من واحد لواحد. يعني واحد يحب الكهرمان، وواحد يحب العاج، وواحد يحب ترسة السلحفاة مثلا، يعني شغل نادر، يدور له شغل نادر من خامة طبيعية وشغل نادر. زائد انه في ناس تحب الكوك، في ناس تحب الخامات المصنعة، مو بس الخامات الطبيعية. بس اللي يتفق عليه الكل الكهرمان. الكهرمان هو أفخم شيء. أفخم مصباح. أبو عبد الله، في بعض الناس يتخذون الأحجار الكريمة بشكل عام على شكل إكسسوارات معينة يلبسونها في مناسبات، سواء كانوا رجال أو حتى نساء. البعض الآخر يستثمر هذه الأحجار الكريمة أو يستخدمها في أمور مختصة بعمليات الطاقة. فيمكن هذا الموضوع أو المحور تكلمنا عنه قبل الهوى، يعني هل صحيح أن فعلا الأحجار الكريمة البعض منها يحتوي على طاقة إيجابية والبعض الآخر على سلبية؟ كل الأحجار فيها طاقة إيجابية وطاقة سلبية. حلو. بمجرد أنك تعرضينها حق الشمس تطلع طاقتها سلبية وتحتفظ بطاقتها الإيجابية وتنعكس على حاملها. فأنت تلبس هذا الحجر وتأخذ طاقتها الإيجابية تنعكس على جسمك، تنعكس على صحتك، تنعكس على صحتك. يعني في دراسات خاصة أثبتت أن فعلاً الأحجار، وزاد أنها علاجية بعد، مو بس كذي، زاد أنها علاجية بعد. يعني في الكهرمان حق بصفار، زاد أنها حق الدورة الدموية، عندك الروبي الياقوت حق الدورة الدموية حق القلب. هذه كلها أحجار أثبتت الدراسات أنها تساعد جسم الإنسان. الله سبحانه وتعالى صخرها لنا وذكرها في كتاب الكريم. نعم صحيح. وزين فيها الجنة، فهي أحجار ذو قيمة. اي نعم. حلو. جميل. حلو أبو عبد الله، يعني مثل ما ذكرت زميلتي حبيبة أن راح يطلعون بعد شوي إن شاء الله على المناظر الجميلة اللي قاعد نشوفها، المسابيح اللي موجودة عندنا. لكن لو نتكلم أبو عبد الله، شنو تحتوي مجموعتك من هالمسابيح؟ مجموعتي أنا أعشق المسابيح بشكل عام والأحجار. سبحان الله، يعني أنت تشوف جمال الحجر، هذا جمال صنع الخالق في هذا الحجر. سبحان الله. أي أنت تشوفه، بس تشوفه تقول سبحان الله. وبعدين الكهرمان بالخصوص هو حجر حي، هي مادة عضوية متحجرة ولكنه حي، يتغير لونه مع مرور الزمن فيعيش وياك، ولحظة بلحظة فتحبه فتعشقه، إذا عشقته هويته صارت هوايتك. زين. لا عمر أبو عبد الله، معلش حبيبي. أكيد. لا عمر الكهرمان يستبدل ولا كل ما يعني طول كل ما زادت قيمته يعني. اي نعم، اي كل ما قدم زادت قيمته. هو قديم من الاساس. حلو. هو من ملايين السنين ما شاء الله. اي بيبي كهرب يسمونه،
يعني ليكويد بعد ما تحجر 5 ملايين سنة عمره. اي فانت احنا متى نقول جديد؟ لما ينخرط تجيب حجر وتسويه مصباح يصير خامه جديده. حلو. اي تنطرها تبرد الخامه. حلو. يتغير لونه شوي شوي وانت تشوفه يقول لك لا تبيعني انا، ترى انا اتغير، انا متغير، انا متجدد. حلو. انت يا الكهرمان. حلو. اي فتعشقه. قيمته تزيد وقيمته تزيد. سبحان الله. اي قيمته تزيد. بالفعل اتوقع احوال الجويه البروده والحراره والرطوبه. إيه نعم. اتوقع إيه نعم. ان هي تاثر على بنيه نفسه الحجر الكريم. في بعض الاحجار ابو عبد الله لما نروح المحلات المختصه او عند المختصين تحديدا نلاحظ ان في بعض الاحجار لونها شفاف. إيه نعم. وفي البعض الاخر لونه غامج. إيه نعم. هل يعني هذا الاختلاف بالالوان؟ سؤالك عن المسابيح ولا الاحجار؟ عن الاحجار بشكل. الاحجار بالذات. الأحجار. إيه؟ نتكلم عن المسابيح. إيه؟ بعد ما في اي مشكله. إيه؟ لكن هل هذا يعني ان مثلا قيمه الشفاف اعلى من المعتم او العكس؟ لا العكس بالاحجار. إيه؟ العكس بالنسبه حق العقيق. العقيق المعتم الكبدي اللي مايل لونه على لون الكبده هذا هو التوب. الشفاف يقل، كل ما كان شفافية تقل قيمته. الشفاف يعني انه هو حديث مثلا؟ لا 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 مو ولا شفاف. شنو الاسباب؟ هي معادن من ملايين السنين. اي ركبت على بعض صارت حجر. هذا الحجر صار عقيق، كوارتز، فيروز، كذي انواع. والمسابيح متعددة. المسابيح هو بحر البلطيق. المسابيح يستخرج الكهرمان من مكانين، من مناجم ومن بحر البلطيق. البحر البلطيق تطل على الدول ألمانيا، ليتوانيا، روسيا، بولندا، هذه الدول تطل على البحر البلطيق. سبحان الله الكهرب الروسي مع حالة المد والجزر يطلع، فهو أرخص أنواع الكهرب. الكهرب الروسي. الكهرب الألماني أفخم أنواع الكهرب مع أنه معرض للحرارة والضغط. الكهرب الروسي يعني في مصانع سوته عرضته للحرارة والضغط بدون أن يفقد خواصه. أما الكهرب البولندي هو اللي نعتبره الحر 100%. هذا الكهرب البولندي، هذا البحر اللي سولفت لك عنه اسمه بحر البلطيق، يطلع منه الأبيض ويطلع منه الشفاف ويطلع منه الملطخ ويطلع منه شوائب من بحر واحد. أي سبحان الخالق. سبحان الله. يعني طيب ابو عبد الله يطول بعمرك، اذا بنتكلم نقول خلينا نقول شلون يتكون الكهرمان في صناعه المسابيح؟ ان شاء الله. الكهرمان عباره عن صمق الشجر. هذه الشجره تتعرض الى بكتيريا، تقاوم هذه البكتيريا تفرز ماده صمقيه. نقدر نقول الكهرمان ماده عضويه متحجره. مع مرور السنين تحجرت. طبعا عوامل الطبيعه صار البحر يابسه واليابسه بحر وهذا، فنلاحظ ان في مناجم تستخرج منها الكهرمان وفي البحر البلطيق اللي سولفنا عنه. اي نعم. ابي اتكلم عن المسابيح اللي يمكن مؤخرا قاموا الناس يعرفونها اكثر، اللي هي كل ما مسحت عليها طلعت ريحه حلوه. اي نعم. وتم يعني فترة طويلة من يعني الزمن. أنا يمكن اكتشفت مؤخرا يمكن أنت من زمان مكتشفين. هو اللف والرد على عشق الجماهير كلهم الكهرمان. هو الكهرم. الكهرب. هو إذا فركتيه تطلع منه رائحة الليمون الإسحاري. حتى لو طافت سنين مثلا 10 سنوات. بالعكس كل ما طافت السنين تزيد ريحته. ويعتق يتغير لونه. يعني شوف اذا صارت الخامه فيها مثلا عروق او فيها شفافيه شويه، تسكر الشفافيه يتغير لونه. اذا في عروق بيضه يتغير، ياخذ البياض كله بعدين يقلب شوي شوي من اصفر الى برتقالي غامق. انزين بس طبعا هذا بسنين مو سنه ولا سنتين. يعني على مدى 15 سنة 20 سنة صحيح. يتغير لونه إلى البرتقالي. إنزين كل المسابيح هذه اللي فيها ريحة جميلة تكون أصلية ولا في البعض منها تقليد؟ لا في الحين قاموا يضيفون. الحين لما أنا أخذ حجر وأوديه حق الخراط يسوي لي إياه مصباح، في تراب الكهرمان، قاموا يأخذون هذا التراب الكهرمان ويحطون عليه مواد ويسوونه مسابيح بعد. هذا أهم مسابيح فيها ريحه.
وفيها ريحة الكهرمان، بس يعني داخل تدخل الإنسان فيها شوية، يعني مواد مصنعة فيها. إيه هذه. وفي مسابيح مصنعة حاطين فيها ريحة، مثل السندلوس الألماني القديم اللي الناس السائد الحين تسميه الزعفراني، وريحته مو ريحة زعفران بس يسمونه زعفران. أيه. يسمون المصباح زعفران، ريحته ريحة البنج. يعني ريحته ريحة البنج، لما تفركه تشم ريحة البنج. طيب أبو عبد الله، قبل كل شيء أنا من اليوم قاعد أطالع هذا المصباح، ودي أسبح فيه وأسولف أنا وياك. إيه تفضل تفضل، خذ راحتك حبيبي. أبو عبد الله يطول لي بعمرك، سمعنا أن الكهرمان علاج. إيه نعم. هل هو صحيح هذا الكلام أو أن أقاويل؟ لا لا، صحيح الكهرمان علاج. الحين الكهرمان يستخدم حق البصفار، يستخدم حق القلب. الحين الصينيين قاعد يشترون الكهرمان بأسعار وكميات هائلة، ودخلون على العلاجات. توجه كبير من الصينيين على الدخول سوق الكهرمان بولندا. اي نعم. لا على فكرة أنا يمكن ذكرت شغلة، أنا وايد تفكيري نسائي، ففي بعض المحلات الفوت مساج أو البديكير أو غيره يحطون مرات أحجار تحت الريول، يقولون ان هذه الاحجار تسحب الطاقه السلبيه، فاتوقع ان الصينيين قاعد يمارسون نفس الشيء، او هذه فكره صينيه بالاساس. اعتقد ذلك. اي اعتقد ذلك، في احجار تسحب الطاقه السلبيه. نعم. اي نعم. شنو نوع هذه الاحجار؟ احجار متعدده يعني. نعم. في احجار متعدده، انا ما اعرف اللي يستخدمونها بالضبط. أيه. شنو نوعها؟ لا بس اكيد. أيه. في بعض الاماكن. أيه. تستخدم. أيه. يمكن احجار ذات جوده عاليه. أيه. لكن في المقابل انا اللي عرفته يعني ان الصينيين هم اللي عاده يستخدمونها في الفوت مساج، يحطون احجار كذي تحت الريول. اعتقد. أي. بركانيه هذه الاحجار. اعتقد انها بركانيه. حلو ابو عبد الله، انا وياك بنسبح ونخليها حبيبه قاعده من غير مصباح. ليش؟ نطلع فقره. نطلع فقره ونرجع مره ثانيه، ايش رايك؟ خذ راحتك حبيبي. يلا تفضل مخرجنا. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، ويا هلا ومرحبا فيكم في برنامج المخيم. أكيد الدوة والفنجان القهوة ما تحلى وياها إلا التمرة. يعطيك العافية أيوة. الله يعافيك. شنو أنواع التمر اللي عندك؟ والله بالنسبة لأنواع التمر في عدة أنواع. في عندك خلاص القسيم، في عندك خلاص الحسا، في عندك مبوث سيف القسيم، في عندك بلح القسيم، في عندك سري وادي الدواسر. هذا بالنسبة للتمر. وفي أتمر أشياء ثانية نواشف. شنو التمور الثانية النواشف؟ النواشف عندك الصقعي، عندك خضري، عندك مبروم، عندك صفاوي، عندك عيوت القسيم، عندك عيوت المدينة. بالنسبة لهذا التمور النواشف. زين العجوة، كم نوع العجوة اللي عندك؟ من وين تيك؟ نجيبها من السعودية، هي عيوت المدينة أفضل شيء، وفي عيوت القسيم. نعم. القسيم كيلو حقها دينار ونص، المدينة 7 دنانير. إنزين شنو أكثر شيء يأخذونه حق البر؟ أكبر شيء يأخذوا الخلاص والبرحي، وبعض الأحيان يأخذوا السكر الرطب يأخذونه. هذا بالنسبة حق البر. إنزين أنا أشوف عندك هردة وعندك دبس. في عندنا هردة يستعملوها بعد نفس الشيء، الدبس يستعملونه المعسل في أيام البرد بالنسبة للدبس، بس الهردة يستعملوها على طول مع التمر. انا اشوف ما شاء الله في شغلات ثانيه عندك ياخذونها حق البر، ابيك انت تقول لي عنها. والله في اشياء كثير عندك، عندك الهرده، عندك البلحي، عندك الخلاص، عندك مبو السيف، كل هذا ياخذونه للبر، هذا يستعملون للقهوه، للقهوه العربيه. وياخذوا اشياء ثانيه تكون واشفه يستعملوها في الوقت غير القهوه. زين الجلد الجربه. أيوة. او الصميل. ايوه. اول شنو الثالثه؟ اول الجربه، بعدين الصميل، بعدين العكه. الجلد مالهم من وين؟ الجلد مالهم هو جلد تيس،
وفي جلد غنم، انواع على عدد الانواع على الكبر والصغر، ومصدرهم اصلا من اليمن. مصدرهم من اليمن؟ من اليمن. مشاهدينا، انا صراحه احتريت من فهد، احتريت من ابو عبد الله بعد، يعني ابو عبد الله اكثر واحد انا محتره منه اليوم، فقررت اني انا اخذ مسباح عشان بس اثبت ان النساء كذلك، يعني مرات يكون عندهم شغف في المسابح، الغيره عمياء صراحه اليوم. فالمسباح هذا وايد عجبني لونه، ابو عبد الله انت اخترت لي اياه. اي نعم. لونه اخضر. اي نعم. بس احب اعرف يعني شنو نوع الحجر هذا مثلا؟ هذا سندلوس تركي. اي مصنع مو طبيعي، بس الناس تحبه. النساء شنو يطلبون بالضبط؟ يعني شنو؟ والله النساء شارك الرجال بكل شيء. اي قاموا يدخلون بكل شيء، حتى بالمسابيح، حتى بالمسابيح والاحجار الكريمه. عندي وايد من متابعيني ياخذون من المسابيح. تشتري هي تدور الالوان النادره، الالوان الغريبه. وعاده تاخذ المصنع. حلو. لان في الوان. حلو. انا قبل شوي حبيبه ماخذ راحتي قاعده اطقطق في المصباح. انا عاده يعني المصابيح اللي عندي في البيت دائما اطقطق فيها. اي. فاكتشفت بالنهايه ان الكهرمان ما تقدر تطقطق عليه لانه ينكسر. صح؟ ينكسر. صحيح. ينكسر. صحيح. فغيرت المصباح هذا عشان اطقطق فيه. طيب ابو عبد الله، يمكن هذا الشيء يسحبني الى سؤال. تفضل. شلون بعرف المصباح على قولتهم الاصلي من التقليد او الزين من اللي زوين؟ بالكهرمان؟ يعني مثلا بنشتري كهرمان، واحد رايح يبي يشتري له كهرمان. في تجارب يسويها الواحد. وطبعا ما تكتسب الخبره الا بالتجربه. اي نعم، مع الممارسه شوي 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 شوي. اول شيء يسال اهل الخبره. حلو. يوجهونه حق الاماكن اللي يشتري منها. ثاني شيء يعني يفرك المصباح. رنته تبين انه كهرمان. يفرك مثل ما قلت لك قبل، ريحه الليمون تطلع منه، ريحه الليمون. اذا يرضى راعيه يحرقه شويه، يشم ريحته. شويه بس كذي بالولاعه يشم ريحته. في بعضهم ابو عبد الله ما قطع كلامك بالخير، في بعضهم لو طقيت المصباح يعني طقه كذي تسمع مثل كانه قزاز بينكسر. اي هذا خامه مصنعه. هذا خامه مصنعه الفاتوران.
لا لا مو هذا، لا مو هذا الفاتوران. ما فهم الكلمة فاتوران، هذا قصة ثانية من خام المصنع. لازم تعلمني الحركات هذه بعدين. عموما أبي أعرف منك أبو عبد الله بالنسبة للأحجار، شنو أغلى أنواع الأحجار سواء على مستوى المسابيح أو على مستوى الأحجار الكريمة؟ طبعا أغلى الأحجار الكريمة ما يختلف عليه، يعني ما أحد يختلف فيه، الألماس سيد الأحجار. طبعاً سيد الأحجار الألماس، أو بالنسبة حق الأحجار حق المسابيح يعني عادة يتفقون الناس كلهم على الكهرمان، إنه هو أغلى مصباح كهرمان. قليل من الناس يعني، مثلاً مرة واحد اتصل علي قال يبي ممكن تفصل لي مصباح ذهب كله ذهب، قلت له ممكن بس مكلف، وايد مكلف. أول شيء الصايغ راح يأخذ عشان يسوي لك إياه، ثاني شيء الذهب نفسه المادة الماتيريال مالته يعني اي راح يطلع عليك وايد، هو ما تخيل انه ما راح يطلع وايد. صحيح اي اي، فكل كل خامه نقدر نسوي منها مصباح. حلو. بس الناس تحب وتفضل الكهرمان. كهرمان كم سعره تقريبا؟ يعني يتفاوت على حسب الخامه، الخامه البيضة غير عن الخامه الملطخه، يعني الخامه الملطخه شنو؟ تكون شفافه وفيها مثل تلطيخه الصبغ كذي. أي. اي غير عن الخامه مثلا الشوائب. أي. غير عن الخامة الصاكة، غير عن الخامة الليمونية. كل واحدة لها سعر، كل واحدة لها سعر. اي ما يبي وبعدين كل اسعار ابو عبد الله، مرحب انت. وبعدين معروف وبعدين يعني اسعار متفاوتة. وبعدين اذا مثلا المصباح من حجر واحد، يعني انا مثلا جبت حجر ووديته حق الخراط وقلت له فصل لي هذا المصباح، افصله على كيفي، ابي دائري، ابي برميلي، ابي يسمونها بيض الحمام، ابي التفاحه اللي تصير سداسيه كذي، افصل المصباح على كيفي. من ايدين لايدين يفرق، تفرق يفرق بالضبط. اي يعني من واحد لواحد هذا سعر غير، هذا سعر غير. طبعا الخراطين الممتازين بالقاهره وافضل خراط يحبون الناس كلهم شغله يدوي، وللحين شغله يدوي، وفي ناس تميل حق الخراطه التركيه، يعني الناس اذواق. طبعا اي الناس اذواق، لولا تعدد الاذواق لبارك السلام. اي يعني واحد يحب هذا الخراط وواحد يحب هذا الخراط، بس في واحد يتفقون على الكل، اذا قلت هذا المصباح مصباح ناجي خلاص حلو ممتاز. يحبونه ممتاز. يمكن ابو عبد الله تكلمنا بشكل حلو عن 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 الخرز وما ادراك ما الخرز، لكن اذا بنتكلم على خيط المصباح، نتكلم عن خيط المصباح وايضا الكركوشه، بعض الكراكيش نشوفها استاذ ابو عبد الله تكون خيط وبعضها لا، خلينا نقول انه حاسيه فضة. فضه او الى اخره. اي فضه تكلمنا عنها ان شاء الله. الكراكيش الحين في افضلها، يعني نتكلم عن الخيوط الافضلها والكراكيش. المسابيح اللي قلنا من حجر واحد نسويها تمليكه من نفس نوع الحجر. دخلنا على الكراكيش، الكراكيش في شغل يدوي، شغل يدوي من طرابزون، منطقه اسمها طرابزون في تركيا، يتفصل الفضه خيوط ويسوونه شغل يدوي. هذا اللي بدينك طرابزونه فضه. اي شغل صحيح. يدوي صحيح. اي والخيوط المستخدمه الحين السائده اللي نوعيتها جيده الخيط الكوري، الحرير الكوري هو افضل يعني الحين افضل شيء، افضل شيء افضل من الصيني، افضل من يقولون الخيط الكوري. انا سمعت الامريكي قبل قبل اي قبل يعني طيب. الحين الكوري تغلب الكوري. اي الكوري اي طيب الكوري مطيع بالشكه، يتغير يتشكل. بعض المسابيح ابو عبد الله نشوف يكون لها خيط واحد وبعضها يدبلونها، ليش؟ الجماليه، بس كان جماليه كان جماليه اي. وساعات يصير المصباح قديم شويه فتحاته تصير كبيره. اوكي تصير كبيره فيحط له خيط دبل، يا يحط له خيط دبل يا يحط له خيط متين. صراحه مشكور فهد ان اعطيتنا معلومات انا ما كنت منتبهه، يعني انا لما اشوف مصباح ما انتبه لا للكشكول صراحه ولا للخيط يعني، بس ان فعلا هذه معلومات اتوقع وافيه وجميله. لكن في محور يمكن قبل شوي انت يعني عرشت عليه بس تكلمت عنه شوي وما اسهبت فيه، اللي هو الاحجار الملونه. يعني في بعض الكهرمان مثلا يكون في اكثر من تداخل الوان، تداخل الوان صحيح. وفي بعض الثاني هم قلت في مصطلح اخر صاك، يعني يكون خامه واحده. زين شنو خامه واحده ومسكره ما فيها شفافيه، شنو الأكثر قيمة والأغلى؟ الأغلى الكهرمان الأبيض، لأنه نادر بال
بالبحر البلطيق وبهذا كله نادر، يعني نسبته 2% بالعالم. زين بشكل عام الاحجار اللي يعني اي اكثر قيمه اللي فيها تداخل الالوان ولا اللي تكون ساده؟ والله اختي كل حجر له سعره. اوكي. كل حجر له سعره، يعني مثلا العقيق غير الفيروز، الفيروز يدورون الصافي. العقيق يشوفون اللي الداكن، داكن حيل مثل الكبده يسمونه كبدي، هذا يفضل يعني العقيق بالاحجار. توجه في احجار في اوبال، في زركون، في زبرجد، في انواع متعدده من الاحجار. اللي يدخل هذا المجال يشوف قدره الخالق سبحانه وتعالى في خلق هذه الاحجار وتسخيرها حقنا احنا، احنا اللي مو مقدرين هالشيء هذا. الله قاعد يسخر لنا، يقول هذا احجار فيها فوائد استخدموها. احنا ما احنا قادرين نقيمها. ماكو شيء بالعالم من دون فايده يعني. نعم. بالضبط. وما من شيء الا يسبح بحمد الله يعني. صحيح. هذا صحيح. ولكن لا تفقهون تسبيحه. بالضبط. اي نعم. عندنا ابو عبد الله فقره عن السيارات 4x4 نشوفها ونرجع لك مره ثانيه، ايش رايك؟ حياكم الله. تفضل مخرج. انواع اعطال السياره وانت بالغرازه، شنو الاجراءات اللي تستخدمها؟ اول شغله تطفي السياره، تدور العطل البارز من خارج السياره، بعدين تفتح كبوت السياره وتشيك، اذا ما صدت العطل تتصل على فريق الانقاذ يجون يساعدونك يطلعونك برا الغرازه، تتصل حزتها على الفني يجي يشيك على السياره، شفته ما عرف شنو الخلل تتصل على ونش ياخذك يوديك الجراج وتشيك حزتها على العطل. ومشكورين، يعطيكم العافيه.
رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من جديد ومستانسين ومستمتعين في هذه الاجواء الجميله، واليوم هواء حلو حبيبه يعني ما شاء الله صراحة يساعدنا والهواء دائما اقول على نيتنا يا حبيبه عدل. الحمد لله الحمد لله. انا ابو عبد الله يمكن يطول بعمرك وانت قاعد تسولف وعمرك بدايه اللقاء شفت انا هني سواره حاطها من اي هذه سواره بس من خرز مسابيح اي من خرز المسابيح سوينا سواره لان في ناس خصوصا الشباب ما يحب يشيل مسباح ويبي طاقه الكهرمان يلامس جلده يستفيد منه فسوينا لهم سوارات خصوصا هالسوارات موضه يمكن الشباب والبنات يعني نفسهم البنات نحط لهم الوان فاتحه والشباب نحط لهم الوان غامجه بني اسود بس الحلو بالموضوع ان اللون اصفر قد ساوي اللي عندك عرباوي اللي عندي عرباوي انا مع العرباوي انا عرباويه على فكره بس لا تسالوا من القد ساويه انا قبل شوي يعني من ضمن الاحجار اللي جايبها والخواتم تحديدا اخترت هذا الحجر اللي هو الكبدي عقيق يماني عقيق يماني كبدي وايد لونه عجيب وحلو وفي قطع من الالماس يمكن انت يعني مزين فيها القطعه لكن هو صياغه يدويه وضايفين عليها الماس هذا الحجر يعد من اغلى انواع الاحجار من احب انواع الاحجار احب وليس اغلى اي طبعا قلنا الالماس اغلى انواع الاحجار انزين وشنو الطاقه اللي يحتويها هذا الحجر طاقه ايجابيه يعني مثل ما قلنا يعطيك شويه فصاحه باللسان يعطيك جراه يعطيك شجاعه شويه هذا ينفع حقكم انتم المذيعين هذا اذا جدي من كثر منه لا بس وايد عود هو بس يعني مو مشكله هذا من طاقاته الايجابيه طيب لو نتكلم ابو عبد الله اهم الاحجار الكريمه شنو هي الالماس الياقوت ناس تحب الياقوت ينباع بالقراط وحدة الوزن مالته القراط الياقوت الزمرد الزبرجد اي سينا متروسة احجار كريمة حلو اي بمصر سينا فيها جميع الاحجار الكريمة زائد افريقيا زومبيا اغلب الدول يعني الافريقية فيها احجار كريمة اي زامبيا مثل زامبيا بس الانسان العادي او الواحد اللي رايح سياحة لاحدى الدول يمكن ما عنده علم بالفرق بين الاحجار الاصليه والغير اصليه يعني ممكن يتعرض للخداع او للغش في بعض الاحيان شلون نقدر نفرق بين الحجر الاصلي والحجر المقلد اغلب المتاجر المعترف فيها تصدر شهاده مع الحجر شهاده معترف فيها ان هذا الحجر مثلا عقيق يماني او عقيق افريقي او عقيق برازيلي وزنه وحجمه وصورته هذا واحد من الاشياء اللي تأمن ان الواحد ما ينغش اي هذا واحد من الاشياء الشيء الثاني طبعا نفس ما قلنا الخبره لازم شويه واحد يقرا يتدردح شويه مو يبي يروح يشتري على عميان كذي ماكو حركه سريعه يقدر الواحد يسويها مثلا تشوف. مثلا العقيق اليماني لما ترفعه كذي وتشوفه بالشمس تشوف مثل الغيمه داخله داخله مثل الغيمه مثل خليه النحل تشوف كذي شغله وهذه تعطي الحجر جمال كل ما كان صافي والغيمه حلوه وكذي واسعه شيء خيالي الله طيب ابو عبد الله اذا بنتكلم انت تسوي مسابيح عدل اي نعم انا يعني بس مو انا اللي اسويها بديني طبعا انا اخذ الحجر واوديه حق او مثلا الخامات المصنعه تيجي من المانيا مختومه عصاية ونوديها حق الخراط وهو طبعا يفصل لك المسباح اي يفصل لك المسباح مثلا تقول له ابي 45 خرزه الشاهد ابي مخصر احنا نسميه مخصر يصير كذي يعني من فوق مخصر ونازل كذي اي شنو تبي يقدر يسوي لك الخراط طبعا في خراطين هني محترفين ما شاء الله بالضبط اي نعم حلو طيب ابو عبد الله يعني احنا يمكن السؤال هذا ما سالناك يا في بدايه الحلقه وسؤال مهم يعني متى بديت انت في خلينا نقول هوايه متى كانت معاك بدت هوايه جمع المسابيح او صناعه المسابيح او هوايه جمع المسابيح هذا السؤال جاوبت عليه وايد هو بدايتي من والدي رحمه الله عليه رحمه الله اي والدي كان يقتنى المسابيح الغاليه الكهرمان بس ذاك الايام كانت رخيصه يعني ب 50 دينار المسباح اوه
كنت اشوفه ياخذ المسابيح ويجمعهم يحطهم بالتجوري عشان يتعتقون عشان يتغير لونهم. اشوفه اقول له يبا شنو هذا؟ يقول لي هذا مسابيح كهرمان، ويبيع واحد واحد فيهم مثلا او يهادي شيوخ فيهم. اي فعرفت ان هذا شيء ذو قيمه. نعم. ثمين. اي حبيته مثل ما حب ابوي انا حبيته. شوي تبحرت فيه، قريت عنه. اي مو بس يعني بس خبره، قرايه، قريت عن وين مصدره، وين اماكنه، شلون يطلع. تعلمت شوي 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 وانقرصت كم مره بعد. قبل الهواء ما كلمت على المتمه ابو حمد، قاعدين انا والضيف و انت كنتي مع بلقيس زميلتنا، فقاعد انا وياه وراني في عنده في موقع في الانستغرام له صوره قديمه وهو صغير لابس البشت والغتره، فالصوره كانت جدا حلوه ومعبره يعني. ايضا كان فيها ايضا هذا من دليل من الوالد بلا كان فيها هذا دليل من الوالد مهتم بالتراث يعني نقدر نقول تراث خليجي. انا ودي بس نتم بالماضي قبل لا تخلص الحلقه ونتكلم عن الخراطه. يعني اهل الكويت قبل هذه كانت احدى المهن القديمه يعني اللي موجوده، فمنو كان اشهر الخراطين ايام قبل؟ والله بالكويت لا كنا نستورد كمان، كان في ما في خراطين بس جنايين درجه اولى. سوق الكويت رائد. اي لان انا اللي اعرفه سوق الكويت احنا جنايين نجني. اوكي ايه. جميل. كان في خراطة يدوية بمكة، بمصر. مصر طبعا المجال مفتوح، تركيا حلو خراطين من زمان يعني، بس بالكويت احنا نجيب احلى المسابيح عندنا ما شاء الله. اي سوق الكويت مغطي على سوق الخليج كله ما شاء الله، تجار الخليج كلهم يجون الكويت يشوفون. ما زلنا كذي، ما زلنا سوقنا اقوى سوق ما شاء الله. وطبعا انا عندي زبايني ومتابعيني من الخليج اقدم لهم اجمل تحية، يقولون انتم المسابيح الكويت غير، بس الاحجار لا طبعا. الاحجار في دول ثانيه هي الدول هي طبعا، بس احنا انا اتكلم وياك على المسابيح. المسابيح الكويتي غير، الكويتي ذويق ذويق. اي عارف شلون يختار المصباح، ينسق المصباح شلون بالضبط. اي نعم. طيب يمكن حبيبه سالت سؤال وايد مهم، وهذا السؤال يسحبني ايضا الى سؤال. الحين انت قلت قديما ما كان عندنا خراطين. نعم. متى جو الخراطين؟ اول خراط يعني اول خراط وصل بداياتهم كانت يعني تقدر تقول بالثمانينات، منتصف الثمانينات اواخر الثمانينات. اي وخراطين في سوريين وفي اتراك وفي مصريين. نعم. اي نعم. سيارة تنقل فيها صراع بين الاجيال كل واحد يتكلم عن الجيل وغيره يعني. انا كان ودي الناس يسمعون شنو المخرج قاعد يتكلم او شنو قاعد يقول عنه، قاعد يستذكر ايام قبل فعلا انه كان في رواج معين في جوانب مختلفة، لكن في مجال المسابيح احنا نفتخر صراحة انه هو كان وما زال. اي نعم. تجارة راقية داخل الكويت. اي نعم. ونتمنى نتم دائما في تطور يعني، ما نتم على المستوى اللي احنا فيه، لا يكون في تطور اكثر في مجال تجارة المسابيح وصناعتها. نعم. نشكر وجودك معنا. شكر لك موصول. نعم. تبي تقول كلمة أخيرة؟ تحب توجه تحية لأي شخص معين قاعد يتابعنا؟ والله أوجه تحية لكم أول شيء. تسلم. ستاف المصورين اللي قاعدين بالشمس الله يعطيهم ألف عافية، والمخرج وتلفزيون الكويت. تسلم. يعطيكم ألف عافية. احنا اللي شاكرين لك وجودك معنا أستاذ عبد العزيز الجدي أبو عبد الله. حبيبي. واستمتعنا معك ويعني القعدة معك ما تنمل بصراحة. الله يطول لي عمرك. شكرا لوجودك معنا. الله يسلمك. شكرا لك. إذا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا، إن شاء الله نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. حتى في ذلك الحين أترككم بحفظ الله ورعايته مع هذا المصباح الجميل. في أمان مع الخاتم. مع السلامة.